Oh God! Oh God! مسألة بتقول خلاص مستعجلة تقريباً كويس وانت مش محدد المهم تركزوا الفترة اللي جاية دي ان انتوا فعلاً داخلين على عمايل البيت أحا مخطوبة العيل في سنة ويسا خليكي فاكرة ان انا الأم الوحيدة اللي قلتلك خليكم متصاحبين وما تخطبوش هنا جم بكوا بالدموع كوبلات أخذوا هرمونز في بداية زواجهم لأسباب متعددة وبعدين قعدوا تعلى عينينا لغاية ما قدرنا يحصل حمل بعد كده تمام؟ بسبب البينس؟ آه ميرسي يا دكتور ليه ما بيتقطش البكس؟ بصي يا حبيبتي لأن البنت فيها هايمن وفي فيرجينيتي طب ما الراجل يعني ما يعترف هايمن. ما يقول الحقيقة ممكن اكون كذاب احنا ثلاثة ستات اوكي شايفين احنا الثلاثة ان الراجل احسن مننا ليه؟ ازاي؟ بصي يا ده ربنا قالش على فكرة ربنا قالش عايزة ابقى مستقلة بحياتي نعيش مع بعض فنعيش مع بعض وشايفة الموضوع صعب قوي للدرجة دي مش عارفة